وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية جامعة القاهرة. دكتور رامي، أهلا بحضرتك معنا على شاشة قناة إكسترا نيوز. طبعا نتحدث عن التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة وأيضا الضفة الغربية. في البداية، يعني النهاردة استشهد 23 فلسطيني في غارات للاحتلال، 17 منهم شمال القطاع، والباقي يعني 4 في مخيم و3 في مخيم آخر. بوجهة نظر حضرتك يا دكتور رامي، لماذا يستمر هذا القصف الإسرائيلي حتى الآن، على الرغم من أن إسرائيل تدعي أنها حققت الأهداف من وراء تلك العملية العسكرية؟ بحق كل سادة المشاهدين، يعني يمكن الاستمرار يا فندم هو مطلوب، وهيبقى من أولويات الصهيونية أو الأولويات اليمين المتطرف خلال الفترة المتبقية من حكم جو بايدن، لان دونالد ترامب هو في البرنامج بتاعه وعد ان هو وحتى رؤيته لاسرائيل، هو طبعا داعم والولاء التام لاسرائيل، لكن هو رؤيته وقف الحرب الاسرائيليه بشكل عام، وده هيمثل بالنسبه لليمين المتطرف في اسرائيل ضغط الولايات المتحده الامريكيه بشكل مباشر على اسرائيل لوقف الحرب او وقف الاباده الجماعيه اللي بتتم دلوقتي. لكن ده مش في مصلحه اسرائيل، لان يا فندم الهدف الاساسي من بعد 7 اكتوبر 2023 هو ضم الارض والسيطره على الاراضي الخاصه بقطاع غزه تحت السياده والاستيطان الاسرائيلي. عشان كده يمكن هم لحد دلوقتي حققوا منه جزء كبير جدا تحت ذريعه ملاحقه قاده حماس، ودلوقتي تم اغتيال قاده حماس بشكل كامل عشان يواجهوا المجتمع الاسرائيلي في كشف الحساب يوم 7 اكتوبر 2024 بان هم حققوا انجازات. طيب ليه دلوقتي بيحصل القتل ده؟ لان لحد دلوقتي طالما في عنصر واحد فلسطيني لسه متبقي من الرصاص الاسرائيلي هو اثبات حق ان الارض دي ارض فلسطينيه. عشان كده كان لازم يتم الخلاص من الانروا، لان هي وجود الانروا هو اثبات بان الارض دي لها شرعيه وانتماء فلسطيني، وبالتالي بعد ما يخلص من انروا ما تبقاش قصاده الا المواطن. هو دلوقتي بيخير المواطن الفلسطيني اما بالقتل من خلال الرصاص أو إما بالقتل من خلال الحرمان من المساعدات. عشان كده في الفترة القصيرة المتبقية قبل ما يتولى دونالد ترامب تنفيذيا الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، للأسف إسرائيل هتقوم بعمليات إبادة جماعية بشكل كبير جدا، من ضمنها صنع اليأس في نفوس من تبقى من الفلسطينيين. لما أشوف غيري دلوقتي بيتقتل بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت إما لو فضلت إن أنا هموت من الجوع أو موت من الشرب، لأ، علم النفس هنا بقى أولوية البقاء، هسيب الارض دي واشوف اي ارض تانية عشان اقدر احمي نفسي منها. وهو ده اللي عايزاه اسرائيل، صناعه الياس في نفوس الفلسطينيين عشان تتمكن من طرد السكان المحليين من الارض، وبعد كده هي تدخل تضم الارض دي تحت وتعمل لها اعاده اعمار، بس وقتها هتكون تحت السياده الاسرائيليه. وده يا دكتور رامي ينطبق على شمال غزه اكتر اعتقد، يعني من منطقه رفح او وسط غزه. ما يا فندم بالظبط، تحياتي لحضرتك، ملاحظه جميله. هو ده فعلا ما يا فندم، لو تفتكر حضرتك اول بدايه الحرب كانوا بينزلوا انذارات لسكان الشمال بالرحيل للوسط، بعد ما يخلص من الشمال بشكل مبدئي يروح داخل على الوسط ينزل انذارات لسكان الوسط بالرحيل للجنوب لحد ما دخل في القطاع كله. وبالتالي المساله هو فعلا بيتم هدم منازل الفلسطينيين الموجوده في الشمال والبناء بشكل فوري مكانها مستوطنات اسرائيليه، وهيعمل العمليه دي لحد ما يطول قطاع غزه كله. لكن هنا المسألة ان هو عايز العقبة دلوقتي قصاده هي لسه وجود الناس الاحياء اللي على قدر حياء الفلسطينيين الموجودين في الارض. عشان كده هو هيضطر او هو هيسعى للخلاص منهم خلال الفترة القصيرة المتبقية دلوقتي لحد دونالد ترامب ما يتولى الحكم. نعم، ودليل يعني كلام تصديقا لكلام سيادتك انه يقصف دائما مثلا المستشفيات والمراكز الصحية حتى تكون هناك استحالة في العيش. بالظبط، ما هذا يا فندم بقى اللي هو صناعة اليأس في النفوس الفلسطينيين، خلق أزمة إنسانية. العمليات هنا العمليات العسكرية مصاحبة بعمليات نفسية شديدة التأثير وشديدة الأذى على نفوس الفلسطينيين، وبالتالي هيبقى لا حول لهم ولا قوة. لو ما متش من الرصاص هموت من عدم العلاج، هموت من عدم الأكل، هموت من عدم الشرب، وبالتالي أنا كده كده ميت. يبقى معنى كده إن أولوية البقاء هتلح عليا إن أنا أسيب الأرض دي وأشوف أي مكان تاني أقدر أعيش فيه. وهو ده اللي هي عايزاه، هو ده التخطيط طويل الأجل اللي دلوقتي بقت بتعجل بتحقيقه إسرائيل عشان تتمكن من السيطرة على الأرض.
نعم. طيب المجتمع الدولي يا دكتور رامي دوره ايه في هذه المجزره يعني التي يعني نتابعها على شاشات التلفزيون؟ كان زمان يمكن المجازر بتحصل او التصرفات والهجمات الاسرائيليه تحدث، ولكن يعني كانت لا تتابع بهذا الشكل. بعد التطور التكنولوجي يعني اصبحنا نتابع الحدث ساعه حصوله. ما الذي يمكن ان يفعله المجتمع الدولي؟ يعني أنا مش عايز أكون صادم مع حضرتك، بس خليني أكون أمين. المجتمع الدولي لا حول له ولا قوة. المجتمع الدولي مجتمع مزدوج المعايير. أينما يتم استخدام القوة في العلاقات الدولية يا فندم، المجتمع الدولي ما يقدرش يعمل حاجة. زي بالظبط المجتمع الدولي زي القانون الدولي وزي البروتوكولات وزي المواثيق، لا حول لهم ولا قوة أمام استخدام القوة في العلاقات الدولية. ما يقدرش يتحرك، هو يا دوبك بس بيسجل موقف للتاريخ، للشهادة على تسجيل موقفه أمام التاريخ. إنما المجتمع الدولي ما يقدرش ينقذ حد. كان أنقذ العراقيين من الأمريكان في 2003، كان أنقذ الأوكرانيين من الروس من 2022، وكان أنقذ الفلسطينيين دلوقتي وما إلى ذلك، والتاريخ مليان يا فندم. لكن على الأقل يمكن الحاجة الوحيدة الإيجابية في المجتمع الدولي هي تشويه سمعة إسرائيل، وده بان جدا في التظاهرات اللي موجودة في الأجيال الصاعدة من طلبة الجامعات في عواصم العالم عدة ضد إسرائيل، وده في حد ذاته هو شوه سمعة إسرائيل اللي فضلت تبني ليها كعقود في المدارس والجامعات بأن هم أصحاب مظلومية وأن هم أجدادهم يعني انتهكوا عشان هم ييجوا، وأن هم بيقدموا تقدم للبشرية، وأن إسرائيل دولة ديمقراطية وبتحتوي كل الأديان وكل يعني الناس المختلفين الاختلاف في الثقافات والحضارات. وبالتالي كل ده تشوه، كل ده اتفضح على حياته من خلال الممارسات اللي حصلت، واللي كان طبعا مصر ليها دور كبير جدا وحضراتكم في كشف الممارسات دي امام دول العالم كله، وتدويل القضيه او تدويل الممارسات الاسرائيليه، ممارسات اليمين المتطرف الاباديه بشكل عام. ما يمكن اخذ من كلام حضرتك مصر يعني لا تترك مناسبه دوليه الا ما تتحدث عن الاوضاع في غزه واحقيه الشعب الفلسطيني في ان يعيش بسلام في دوله مستقله، وقرارات الامم المتحده والعوده لحدود الرابع من يونيو عام 1967. يعني كيف ترى هذا الدور يا دكتور رامي على مدار الفتره الماضيه؟ طبعا احنا مش هنتكلم عن دور مصر في هذه الحرب فقط، ولكن دور مصر دور يعني طويل وعلى مدار عقود طويلة سابقة. طبعا هو فندم مصر هو دورها الحالي هي بتنطلق من مسؤوليات تاريخية لدورها التاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسير على نهج وخطى الرئيس السادات، هو الرئيس اللي اتكلم عن حق الفلسطينيين في عقر دار الإسرائيليين، وبالتالي مصر ما تخلتش يوما ما عن حقوق الفلسطينيين، بل بالعكس. ده انا يعني ازيد لحضرتك من الشعر بيت، هنا المخابرات العامه المصريه ياما استضافت فتح وحماس من قبل 7 اكتوبر عشان توحد البيت الفلسطيني. المركب اللي ليها رئيسين بتغرق، وبالتالي لما يبقى في صراع ما بين فتح وحماس ده مصلحه ليا انا كاسرائيل من تطبيق فرق تسد، انا اللي هنفذ اجندتي وانا اللي هطبقها، وادي النتيجه. وبالتالي المسألة بس مصر ما زهقتش ولا يأسف، وبالتالي فضلت الممارسات دي مستمرة حتى يومنا هذا. وفي نفس الوقت مصر بتستغل اتصالها بقنوات بأطراف الصراع، بمعنى أدق إن ليها اتصالات مع فتح وحماس، ولها اتصالات أيضا مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. عشان كده مصر عملت وما وياما لسه هتعمل دفاعا عن القضية الفلسطينية، وليس دفاعا عن طرف أو فصيل ما على حساب الشعب الفلسطيني، بل بالعكس مصر دايما بتتمسك بحل الدولتين كحل جذري مش بس للقضية الفلسطينية، وإنما للصراع كله في منطقة الشرق الأوسط، وإن الحل ده كان أول من تبناه مصر أيام الرئيس السادات. وبالتالي المسألة دلوقتي هو لا بديل عن التمسك بالحل ده، وده اللي فعلا مصر بتعمله من خلال استغلال كل القنوات تواصلها حتى مع المجتمع الدولي، سواء الأمم المتحدة. شفنا أمين عام الأمم المتحدة جه مرتين على الأراضي المصرية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، حتى النظام المصري أو الرئيس المصري فضل يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مراكز صنع القرار، من لقائه مع الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، كل ده عشان يخدم على القضية الفلسطينية والفلسطينيين بشكل عام. نعم. طيب معلش يا دكتور رامي، يعني هنا في نقطة عايز أناقشها مع سيادتك. يعني إسرائيل منذ يعني وإحنا أطفال كنا ندرس في كتب التاريخ أن إسرائيل زرعت في هذه المنطقة لتظل هذه المنطقة يعني غير مستقرة وشوكة في ظهر العرب. من الذي يعني في مصلحته دكتور رامي أن تقف هذه الحرب الآن، سواء الأمم المتحدة أو أمريكا أو الاتحاد الأوروبي؟ ده سؤال خطير جدا، احيي حضرتك عليه. بص يا فندم، لو في هناك مصلحه
من وقف الحرب للطرف المستفيد من الحرب، وقتها الحرب هتقف. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا كاسرائيل استخدمت القوه في الحرب دي، لو انا ارتقيت من هناك مصلحه لوقف الحرب دي خلاص اوقف القوه، خلاص هنا اقدر اوقف. بمعنى ادق ان الحرب هنا هي استخدام قوه كاداه بيحقق الهدف بتاعي. لا خليني اكون واضح اكتر مع حضرتك، اصلا كان مطلوب الحرب دي تحصل بعد الهديه اللي قدمت لاسرائيل على طبق من ذهب ب 7 اكتوبر 2023، لان هناك مسلسل يا فندم ربع قرن، مسلسل كل 25 سنه من التمدد الاستيطاني. كلنا عارفين حدود الدوله الاسرائيليه او الدوله اليهوديه المأموله من فين لفين. طب عشان يقدر يوصل للحد ده ما هو لازم كل مرحله زمنيه يتوسع، وبالتالي طب ايه الحجه والذريعه ان هو يتوسع؟ ان هو بيواجه تهديد. عشان كده اللي حصل في 7 اكتوبر كانت فرصه، انا كاسرائيل هنا فرصه لن تتكرر لاستغلالها لتحقيق حلمي والتوسع الاستيطاني. وبالتالي المساله ان ده كل مدى هيخدم على الوصول خطوه اقرب لتحقيق الحلم الاكبر. عشان كده اللي في مصلحته وقف القوه او وقف الحرب دلوقتي لو هناك ضرر من الاستمرار في الحرب دي. طب هنا هتكلم مع مين؟ اسرائيل يستحيل يكون ليها ضرر، ده هو اللي بيحقق هدف. لكن ممكن جدا الضرر هنا يقع على الولايات المتحده الامريكيه بقى فهم. بس ده بشريطه، بشرط لو الولايات المتحده الامريكيه استشعرت بان هناك تهديد لمصالحها لتكتل اقليمي زي تكتل الشرق الاوسط. وده عشان اكون صريح مع حضرتك بشكل اكتر، ان لو توفرت الاراده السياسيه لتكتل الشرق الاوسط بان هو يقول للولايات المتحده الامريكيه هيكون في تهديد لاستمرار مصالحك في الاقليم ده لو استمرت الحرب الاسرائيليه او الاباده الاسرائيليه على الشعب الفلسطيني، وقتها الولايات المتحده الامريكيه هتكون واقعه ما بين خيارين، اما اختيار المصلحه الامريكيه او الاستمرار في الدعم الاسرائيلي اللي هيخسرني مصلحتي كالولايات المتحده الامريكيه. وقتها بس يا فندم هتلاقي المصلحه الامريكيه هي اللي طغت، وقتها هتلاقي اسرائيل اجبرت على وقف تنفيذ او وقف استخدام القوه في الحرب او الاباده الجماعيه. طيب دكتور رامي، برضو يعني ما زلنا نتحدث في هذه النقطه، امريكا حصل فيها تغيير سياسي من ديمقراطيين لجمهوريين، احنا عايزين نتكلم يعني يعني اسلوب عام علشان المتابع بتاعنا يبقى معانا يعني وفاهم كل اللي بنقوله. بقت ترامب رجع تاني، هل ممكن ان ترامب يغير في السياسه الامريكانيه بعد ما يتولى رسمي طبعا في 25 يناير اعتقد 2025 يغير السياسه؟ يعني هو كان قال او كانت تصريحات لي ان هو مش هيبدا حروب وهيحاول ان هو يعني يوقف هذه الحروب، مثلا حرب اوكرانيا، حرب الشرق الاوسط، ام هن هذا للاستهلاك طبعا الاعلامي في اثناء الانتخابات وكلام انتخابات يعني يا دكتور رام؟ ممتاز. بص يا فندم، يعني تحديدا الملفات الخارجيه في عهد ترامب هتبقى متغيره الا ملف الشرق الاوسط. يعني اوكرانيا هو مايل جدا للتفاوض مع كييف مع الاوكرانيين والتفاوض مع الروس، ومش حابب ان هو يتبنى استراتيجيه التصعيد مع الروس وحتى مع الصينيين، ده هو بيكتفي بزياده فرض الرسوم الجمركيه على الواردات الصينيه، وهو ده بحكم خبرته او شخصيته كرجل اعمال بالاساس، هو بيفضل دايما القيود التجاريه المتعلقه باعمال البيزنس. لكن في الشرق الاوسط تحديدا الاثنين واحد، سواء كانت هاريس او ترامب، مفيش رئيس للولايات المتحده الامريكيه ما اعلنش دعم وولاء التام لاسرائيل. وبالتالي المساله هو بس بيختلف ان هو ما بيفضلش اله الحرب في تحقيق الاهداف، وده يمكن ده نقدر نبني عليه مصالح مصر او أجندة مصر من خلال الصراع في الشرق الأوسط، إن هنا هتتوافق مع أجندة ترامب في إنهاء الحرب، ومن ثم إنهاء الحرب هنا هيوفر بيئة خصبة للتفاوض، وربما هنا التفاوض ينقذ من تبقى من الفلسطينيين. لكن كإسرائيل لا، دونالد ترامب مع حق إسرائيل الدائم، وهنا وما ننساش والسادة المشاهدين ما ينسوش إن دونالد ترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد اللي جرأ على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس. المشروع ده كان موجود من ايام بيل كلينتون، ومفيش رئيس امريكي جرأ على تنفيذ القرار ده الا دونالد ترامب. وبالتالي هو يعني نقدر نقول ببساطه الراجل وشه مكشوف، هو هنا داعم لاسرائيل قلبا وقالبا، لكن بالطريقه بعدم استخدام القوه، وده في حد ذاته يمكن مؤشر على ان هو ممكن يطرح حلول قصيره الاجل لكنها تصنع مشكلات طويله الاجل. نعم. طيب قبل او اخيرا دكتور رامي،
هل تعتقد أن الحرب في لبنان أو حرب التي بدأتها إسرائيل في الجنوب اللبناني والضاحية الجنوبية لبيروت يمكن أن تؤدي إلى قيام حرب عالمية ثالثة أو حرب في هذا الإقليم أو حرب إقليمية؟ لا إطلاقا يا فندم، أصل هنا المسألة إيران نفسها يعني هي الداعم لوكلائها في المنطقة، وحزب الله خلاص يعني القادة بتوعه يعني بعد أجهزة البيجر وبعد اختراق حزب الله حصل خلل هيكلي في صفوف حزب الله، وده في حد ذاته ده مع طبعا عنصر الردع اللي إسرائيل عرفت توظفه ضد إيران من أي هجمات إسرائيلية محتملة على إيران، فمش هيبقى من مصلحة إيران إن هي تتجر الحرب مع إسرائيل، والحقيقة ولا من مصلحة إسرائيل حد. لكن هنا المسألة إن إسرائيل من مصلحها إضعاف لبنان أكتر ما هي دولة ضعيفة أو دولة مفلسة، ليه؟ عشان تقدر تتنازعها أو تتنازع أي منطقة في أي وقت وتعلن السيطرة الأبدية عليها، كما حدث بالضبط يا فندم في ديسمبر 2018 لما أعلن بنيامين نتنياهو سيطرة إسرائيل الأبدية على مرتفعات الجولان. وبالتالي المسألة هنا إن من مصلحة إسرائيل إن تضعف أكتر من دولة حواليها، هي ليها أطماع في المنطقة دي، فممكن جدا الجنوب اللبناني تحت وطئة مجابهة تنظيم إرهابي زي حزب الله إسرائيل تسيطر على جزء من الجنوب وتضم الأراضيها، هنا هيكون تحت كفر أو تحت غطاء إحنا بنحمي نفسنا من وبنحمي مستوطنات الشمال الإسرائيلي. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور رامي، كان حديث مفيد. دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية جامعة القاهرة متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك.